بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. لا زال الكلام في التفصيل الذي ذكره المرحوم صاحب الفصول حيث قال ان الفعل المتجرى به قبيح ولكن هذا القبح ليس ذاتيا له درجات تتفاوت بحسب مدى واقعية القبح والحسن فإذا كان الفعل حسنا إلى درجة تامة إلى مئة بالمئة حسن فهذا الحسن الواقعي سيرفع القبح من التجري وبذا لا يستحق المتجري العقاب من المولى إذا كان المولى يريده مئة بالمئة لهذا الفعل فهذه الإرادة لهذا الفعل غالبة على قبح التجري به، وكان يعتقد هذا المكلف أنه حرام وقبيح من هذه الجهة، ولكن الحسن التام في الفعل ترفع القبح الظاهري. بخلاف ما إذا كان الحسن غير تام، فهنا القبح يتغلب عليه ويستحق المتجري العقاب. ضرب مثال ضرب مثال اذا كان شخص مامور بقتل شخص المكلف مامور بقتل شخص فعصى متجريا مخالف للواقع الواقع هو الوجوب وجوب الحفظ وجوب حفظ هذه النفس لزوم ترك القتل وليس وجوب الفعل وكان هو يتخيل وجوب الفعل فلم يقدم عصى لم يكترث لامر المولى بوجوب القتل فترك القتل اصيانا منه متجرئا ثم تبين ان هذا الشخص ليس هو الكافر او المجرم الذي يستحق القتل ليس كل كافر يستحق القتل هناك كافر يستحق الحياه اكثر من من بعض المسلمين كثير من المسلمين باجرامهم وبتعديهم على حقوق الاخرين يستحقون القتل الف مره وهناك بعض الكفار لخدماتهم لانهم ليسوا محاربين لانهم لا يؤذون الاخرين لانهم مسالمون لانهم يخدمون مجتمعاتهم فيستحقون الحياه الكفر بما هو هو لا يوجب اسقاط الحرمه كثير من الكفار كانوا يعيشون في, في مكه والمدينه على مرء ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زالوا يعيشون في البلدان الاسلاميه امنين مطمئنين يحترمون الاخر والاخر يحترمهم وهناك كثير من المسلمين الذين هم جرثوما في الواقع مصدر ايذاء للبشريه ومصدر ايلام للبشريه ولذا قال كافر واجب القتل وليس كل كافر كذلك على كل حال، وبالتالي كان يتخيل أن هذا الشخص واجب القتل، فعصى فلم يقتله. كان يتخيل أنه واجب القتل، فعصى ولم يقتله. ثم تبين أن هذا الشخص نفس محتربة، ليس واجب القتل وإنما محرم القتل واجب الحفظ. فهنا الحسن الواقعي في حفظ حياة هذا الفرد تتغلب على القبح في التجري ثم يضرب مثال أوضح من هذا يقول لو نفترض هذا أصلا كان نبي وأظهر من ذلك ما لو جزم المكلف بوجوب قتل نبي أو وصي فتجرى ولم يقتله شاهد شخصا من بعيد تخيل أنه لص تخيل انه قاتل، تخيل انه شخص واجب القتل ولكنه تجرأ ولم يقتله، ترك قتله. عصى يعتقد انه عاصي في ترك القتل، ثم تبين ان هذا نبي من الانبياء او وصي من الاوصياء. حفظ حياته في غايه الحسن. هذا الحسن الواقعي يغلب على القبح الذي في التجري في فيكون هذا المكلف ما يستحق العقاب وإن كان تجري في غير هذه الموارد لا يستحق العقاب وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي فتجرى ولم يقتله ألا ترى يحاول المفصل صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه المقسم يحاول أن يكثر أمثلة حتى يرجع القارئ والباحث يرجع إلى مرتكزاته حتى يرجع إلى عقلياته المدركات العقلية الأولية ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابن المولى وزعمه ذلك العدو تخيل هذا العبد تخيل ان هذا الشخص هو العدو، هو في الواقع ابن المولى. فتجرّى ولم يقتله. هو كان يتخيل العدو، وعصى المولى بتخيله انه جاي يعصي المولى ولم يقدم على قتله، ما كان عنده جرأه على القتل، ما كان يريد القتل، ما كان مقتنع بالقتل، وان كان المولى امره بذلك. فما قتل عصيانا منه. ثم تبين أن هذا الشخص هو ابن المولى حياته يجب أن تحفظ ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابن المولى كان ابن المولى وتخيل وزعمه العبد تخيل أن هذا هو العدو وزعمه ذلك العدو فتجرى العبد ولم يقتله كان يعتقد العدو بس ما قتله أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري ما يحاسبه يقول له لما لم تقتله لا أنه الحمد لله هاي هذا التجري مالتك أنقذ ابني هذا العصيان مالتك هذا العصيان الذي فعلته هذه المعصية هذا التجري الذي فعلته أنقذ حياة ولدي بل يرضى به يقبل المولى بهذا التجري، يقول هذا الفعل نعم الفعل. وان كان العبد معذورا لو اقدم. لو اقدم العبد لكان معذورا. ولكنه عندما تجرى وعصى عندما تجرى وعصى ما يستحق العقاب لانه صادف أن هذا الفعل حسن مئة بالمئة صادف الحسن الواقعي الحسن التام الملاك التام الذي لا يحق مخالفته وبالتالي ما يعاقب عليه وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوه فأدى الطريق إلى تعيين ابنه فتجرى ولم يفعل قال له: إذا رأيت شخصا يرتدي على رأسه قبعة سوداء فاقتله، هذا هو العدو، أنا راح أعطي للعدو قبعة سوداء كعلامة، المولى يقول لعبده: أنا سأجعل العدو يلبس قبعة سوداء كعلامة بيني وبينك. فإذا رأيته يرتدي قبعة سوداء فاقتله. هنا شاهد العبد رجلا يرتدي القبعة السوداء فتجرّى وقصد المعصية ولم يقتله ثم تبين أن هذا صاحب القبعة السوداء ليس هو العدو هذا ابن المولى صادف أنه يرتدي قبعة سوداء. وكذا لو نصب له طريقا غير القطع الى معرفه مو طريق القطع المهم علامه بينهم وتكون حجه وكذا لو نصب له طريقا غير القطع الى معرفه عدوه فادى الطريق الى تعين ابنه فتجرى ولم يفعل هنا قد البعض يقول انه لماذا المسلمون يمثلون بالقتل لانهم قتله نستجير بالله بل لان قتل النفس المحترمه من اشد القبائح من اقبح الامور على الاطلاق ولذا يمثل بها حتى يمثل باقبح ما يمكن وحفظ النفس المحترمه من اوجب الواجبات ويكون حفظ النفس في اعلى مراتب الحسن فيمثل به فيمثل به فحفظ النفس المحترمه حفظ هذا النفس البريئه واجب إلى درجة وحسن إلى درجة واصلة مئة وقتل النفس المحترمة قبيح إلى درجة واصلة مئة بالمئة فيمثل به فالتمثيل بالقاتل من جهة شدة قبحه في النفس المحترمة وحفظ النفس المحترمة لشدة حسنه أيضا يمثل به الإسلام عند حفظ النفس من أوجب الواجبات للمسلم ولغير المسلم الذي هو غير حربي الكافر غير الحربي كذلك نفسه محفوظة وأمواله محفوظة وعرضه محفوظ ولذا جعل هذا مثال لأنه مثال صارخ مثال بارز لا لأنه القتل مستسهل فيمثل بالقتل لا ولكن لأنه الاعتداء بالقتل أقبح ما يكون وحفظ النفس أوجب ما يكون فيمثل بالمثال اللي هو يكون أسود وأبيض مئة بالمئة الاعتداء بالقتل أسود كامل وحفظ النفس أبيض كامل فمثل به ومن هنا أحبتي الشاهد على ذلك الشاهد على ذلك انه اي عباده تؤدي الى هلاك نفس محترمه ليس فقط عباده باطله بل تكون عباده محرمه وان كانت الصلاه الصلاه كم هي واجبه وانها عمود الدين وانها ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها اذا الصلاه فيها هلاك نفس الصلاه تترك تحول الى مثلا صلاه بالايماء هذا المقصود من تترك الصلاه العادي اذا كان انقاذ نفس متوقف على قطع الصلاه وعلى فواتها مو فقط قطعها تفوت الصلاه يجب قطع الصلاه ويجب فوات الصلاه لانقاذ النفس المحترمه فالنفس مقدمه على جميع العبادات اذا كان الحج يؤدي الى هلاك نفس نفس او نفس غيره فلا يجوز عليه ان يذهب الى الحج هذا الحج الذي هو يغفر جميع الذنوب حق الاخرين اذا كان هناك شخص في داره ولكي انقذ هذا الشخص علي ان اكسر الباب ان اقتحم الدار هذا حق للآخرين اعتداء على أموال الآخرين يجب فعل ذلك وتسقط حرمة الأموال في قبال الإنقاذ إذا كان عندي في السفينة كنز وبقاء في السفينة يجب غرق السفينة فيجب علي أن ألقي الكنز بالماء لأنقذ حياة من هم معي في السفينة فالتمثيل بالقتل لا من اجل الاستهوان بالقتل والعياذ بالله ابدا وانما لبيان شده قبح قتل النفس المحترمه وبيان شده حسن حفظ النفس المحترمه فذكر اوضح مصادق القبح الظاهري والقبح الواقعي والحسن الظاهري والحسن الواقعي ذكر شيء اللي هو جدا واضح حتى يرجع الانسان الى مرتكزاته حتى ينبه مدركاته ويعيده إلى مدركاته الأولية يذكر الأمر اللي هو في غاية الوضوح فحفظ النفس المحترمة في غاية الوضوح وفي غاية الحسن لا يقف أمام التجري ولا يكون للتجري قبح ولا يكون له معنى ولا يكون فيه استحقاق عقاب المهم أنه تحفظ النفس المحترمة ومن هنا مثلة بالقتل وهؤلاء الأحبة الذين تجدونهم هنا وهناك يستسهلون القتل ويستسهلون هدك حرمة الآخرين وسفك دمائهم هؤلاء في الواقع أبعد ما يكونون عن الإسلام بعد المشرقين 180 درجة تماما لأن ليس هذا هو الإسلام الإسلام هو الذي يحفظ الإسلام دين حياة وليس دين سفك، لا يتلذذ المسلم بقتل الاخرين. هناك حدود حتى هو هو قضيه قتل القاتل قتل القاتل يسمى حد. هناك حد هناك سياج وضعه الله سبحانه وتعالى وليست القضية سائبة وليست القضية مهملة وليست القضية عائدة إلى ذوقيات وتشخيص الجهل من الناس والعمي من الناس وإنما هي مرتبطة بقوانين صارمة جدا وبمجرد أن تحصل الشبهة وبمجرد أن يرد الاحتمال ولو الاحتمال بسيط يرفع الحد الحدود تدرأ بالشبهات شبهة واحتمال يرفع الحد عنه حفظ الحياة مقدم حفظ النفس مقدم فهذا المثال كان هذا سببه على كل حال ثم قال وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه ان لم يصادف الواقع اذا ما صادف الواقع صحيح إذا قال أنه أنا خلي أتجره خلي أتجره عسى أن يكون هذا الفعل الذي أنا تجريت به كان على خلاف الواقع وكان لازما في حقي. يتخيل أن هذا السائل الذي أمامه يتخيل ماء يتخيل خمر يتخيل أن هذا السائل الذي أمامه يتخيله هو خمر ويشربه يقول عسى ان اكون مخطئا في قطعي وعسى ان يكون هذا سائلا منقذا لحياتي ويكون واجبا علي، هذا الاحتمال ما ينفعه اذا ما طابق الواقع اذا ما طابق الواقع ما ينفعه وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه ان لم يصادف الواقع، اذا ما كان الواقع كذلك ماكو فائده. ولذا يلزمه يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسلامه من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فان المظنون فيه عدم السلامه اذا اذا تخيل ان يعني قطع بان هذا الشخص عدو وتجرى فلم يقتله وقال عسى أن يكون في الواقع مو عدو عسى أن يكون في الواقع ابن المولى ويكون في تركي حسنا قطعيا إلزاميا ولا يكون في تركي قبحا عسى أن يكون هذا الشخص نبيا من الأنبياء خلي أترك القتل خلي أعصي أنا أقطع بأنه هو العدو ولكن خلي أعصي عسى أن يكون هو نبي ويكون هو أو نفس محترمه واجبه الابقاء فلا يكون فعلي قبيحا يعني بهذا الامل بهذا التخيل هذا الامل وهذا التخيل اذا ما كان مطابق للواقع ما رح ينفعه ما, ك ما يكون له قيمه يلزمه العمل بقطعه او يلزمه العمل بالطريق الذي رسمه له المولى وجعله له المولى نعم اذا صادف ان التجري كان فيه حسن مئة بالمئة ذاك الوقت يرتفع القبح أما أنه هو يفعل بي بي على أمل أن يكون الواقع كذلك فإذا ما كان الواقع كذلك ما كان الواقع بحسن بهذه الدرجة ما راح ينفع ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها وهو في المباحات أشد منه في المندوبات ويختلف باختلافها ضعفا وشدة كالمكروهات هنا يبرز المرحوم المفصل يبرز هذه النكتة في أن القبح يتفاوت بحسب الواقعيات فتارة يكون القبح مئة بالمئة تارة القبح يكون سبعين بالمئة تارة يكون خمسين بالمئة تارة يكون ثلاثين بالمئة متى يكون القبح 100% إذا صادف الحرام الواقعي فعل الشيء بما هو حرام وصادف أنه حرام شرب السائل بقصد أنه خمر فتبين أنه خمر إذا تبين أنه مكروه وليس بحرام القبح راح يقل قبح الواقعي راح يقل إذا كان مباح قبح راح يقل إذا كان هو مستحب في الواقع القبح راح يقل فالقبح الواقعي للفعل يتفاوت بتفاوت واقعيته وبتفاوت ملاكاته هل هو مقرب من المولى هل هو محبوب للمولى او لا مع انه تجري نفس التجري هو مقدم على الفعل بقصد انه حرام هو تارك للواجب بقصد انه عاصي وتارك للواجبات ولكن الواقع يتبدل بحسب علاقه هذا الفعل بالمولى بحسب واقعيته بحسب حسن الواقعي فالحسن الواقعي في الافعال يؤثر في مستوى قبح التجري وفي درجه قبح التجري. ومن هنا يظهر ان التجري على الحرام هو متجري ويريد يفعل الحرام، هو يشرب السائل بقصد انه خامر. فيتبين انه سائل مكروه فيكون القبح بدرجه معينه. اذا تبين انه مباح راح يكون القبح اقل. إذا تبين انه مندوب مستحب راح يكون القبح اقل، فالقبح الواقعي يؤثر في مستوى قبح التجري، المستوى الواقعي يؤثر على مستوى قبح التجري ويختلف باختلافها ضعفا وشده كالمكروهات، المكروهات متفاوتة في فيما بينها ويمكن ان يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري، أحيانا هكذا، ليش قال في بعض الموارد هاي في بعض الموارد قال إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد هنا قال يراعى ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري أحيانا الشيء يكون من الواجبات ولكن حسنه قد لا يكون بدرجة تقاوم قبح التجري قبح التجري يكون من القوة بحيث يغلب الحسن في هذا الواجب، قد يكون ذلك. فهنا يكون قبيح فيستحق عليه العقاب. مع انه هذا كان واجب في الواقع. ولكن حسن الواقع كان أقل من قبح التجري. وأحيانا لا. الحسن الواقعي من القوة الحسن الواقعي من القوة والشدة بحيث يغلب على قبح التجري اللي هو مثال حفظ النفس المحترمة فهاي العبارة تنفعنا في تفسير في بعض الموارد لأن هذا يختلف يختلف باختلاف الملاكات ملاكات الأحكام الواجبة قد تكون من القوة والشدة بحيث تغلب على القبح التجري وقد ما تصل إلى هذا المستوى ويتغلب عليها قبح التجري فيكون التجري قبيحا ويستحق صاحبه العقاب ومن هنا يظهر ان تجري على الحرام في المكروهات اشد من من قبح التجري في في المباحات هو تجري ولكنه في المباح يكون بمستوى اذا كان الواقع مكروه يكون مستوى اخر اذا كان الواقع مستحب يكون مستوى اقل وهو فيها يعني في المستحب في, الم في المباحات قبح التجري في المباحات اشد منه في قبح التجري في المندوبات هو في الواقع مندوب فالقبح يكون اقل ويختلف باختلافها ضعفا وشده كالمكروهات المكروهات ايضا تتفاوت في فيما بيناتها في في شده القبح احيانا مكروه بي بي بمستوى عالي فيكون الفعل مستوى عالي من المكروهيه ومن القبح مكروه بمستوى واطي فيكون القبح والمبغوضيه اقل ويمكن ان يراعى في الواجبات الواقعيه يعني هو واجب في الواقع وهو يتخيل حرام ويقدم عليه متجريا ما هو الأقوى من جهاته يعني من ملاكات الوجوب الوجوب الواقعي لهذا الأمر وجهات التجري هنا فعله بما هو حرام هذه جهة التجري قبح وكان الواقع واجب هذا الواقع وجوبة بأي مستوى ملاكة أي مستوى محبوبيته أي مستوى والتجري قبحة أي مستوى احيانا قد يغلب ملاك الواجب ومحبوبيه الواجب قد تغلب على قبح التجري واحيانا قد قبح التجري يغلب على ملاك الواجب. ما هو الاقوى من جهاته وجهات التجري انتهى كلامه رفع مقامه اقول يرد عليه اولا وثانيا اعتراض المرحوم المصنف على التفصيل المذكور في كتاب الفصول ان شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق ياتي في الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين الله 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 الله, 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 الله يا